يجي بيوت انقفر بها. اي هذه تجيك مثل الشماشيل اللي تكلم عنها الشاعر الكبير سعد بن جدلان الله يرحمه. الشماشيل اللي العذوق اللي معاد فيها لحبات بسيطة وتجي كبار وزينة. يا سلام. أنا أقول لضاقت عليك الأرض فانحرف جوج خلو. حلو. لضاقت عليك الأرض فانحرف جوج خلو ولا ترتهل للهم والغم والضيقة. يا سلام. تصلح للمعدد ها؟ لضاقت عليك الأرض فانحرف جوج خلو ولا ترتهل للهم والغم والضيقة في جوج الخلا فيها الراع المواجع سلو وتفرج يهمومة عقب ما نشفت ريقة تنحر البيت في زين الوصايف حلو. صغير اللي مريت شفته مع الويقة جذب هالغلا والحب صوبك وصابه غلو صدوق بحبه ما تزاحم عشاشيقة هي داري على السمعة ونار المحبة صلو يصون العهد ما هو بيخلف مواثيقة هذا شوفته تبري خفوق سنينه جلو ولا ذاك من لذات الأيام تحقيقه سق الجاه صوبه واطلبه والنوايا علو ما دام يحبك لا تخليه وتعيق. وسلام. دمار الثانية هذا الشهيرة عن أبو دمار. الثانية يقول عودت نفسي ما تشكى ولا بوح يا سلام من خوف لوعات الندم والشتايم أصبر على اللوعات وأقول مسموح وإن جات من الأقصى خذيت العظايم. لا بارك الله فيك يا راعب الدوح هيت مجروح الهوى والقدايم يخفي مواجيعه لو الجرح مفضوح وما فيك يا درب المحبين صايم. ما في محطة محاسيس المواليف مصلوح وما في محطات المحبة هزايم يا مشتكي باب الرضا دام مفتوح عود على مركاك خلى الخصايم تعال دونك لا تطاوع ولا تروح الحب وعتاب المحبين دايم خابرك تجعلها وناسات ومزوح وتشرع لدوحات الوصال النسايم لا تقول أنا مجروح وأقول مجروح رحنا على الدنيا وهلها غنائم. سلامتك. هذه صراحة القصيدة لعلها تضاف للدراسات عند يعني ترى المشاكل كلها. نعم نعم. لا تروح بعيد وتعال. المركة خلصنا. هي المطلوب منها نقاش. هذه في علاجات الأسرية صراحة. هذه بنحطها عندكم.